السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتمنى تكونوا كلكم على خير وبخير. جيسبيغ كو فوزالي بيان. الوغ دون سيت اكزارسيس جو في فو دوني اي فو اكسبليكي كومون اون فا ريزودر سيت اكزارسيس لا دو جو مونترين. كوم جي ديجا اكسبليكي dans la vidéo précédente شرحت لكم اكسبريمي ليبوتيز. فهاد لا فيديو هادي غادي نعاونكم كيفاش تصايبوا هاد الاسئله هادو. دونك انا ديجا صايبتهم باش ما نختصر الوقت. نشرح لكم السؤال بعدا. فورمول دي زيبوتيز بور اكسبليكي لي في سويفونت. لي في سويفون دونك حنا غادي نكونوا فرضيات باش نشرحوا الاحداث التاليه. 1 Un incendie a ravagé une maison. حريق يعني دمر واحد الدار مثلا. شنو هي الفرضيه اللي خصكم تقولوا؟ كان كنت ديجا شرحت لكم قلت لكم ان الطريقه باش كنصايبوا لا كونديسيون ماشي هي نفسها باش كنصايبوا الفرضيه. لا كونديسيون راني شرحتها في الفيديو قبل و لا كونديسيون اللي هو الشرط والفرضيه شكل اخر. غير هو المشترك بيناتهم بجوج هو الكونديسيونيل. اننا كنصرفوا الفيرب في المود كونديسيونيل. هادشي خصكم تعقلوا عليه. يعني مثلا شنو هي الفرضيه؟ كنفترض واحد الحاجه كنقول يمكن هذيك الحاجه هي السبب في هذا المشكل. شكون اللي كيكون السبب في الحريق ديال الدار؟ اللي يعجبكم قولوه، ولكن خصكم تكون عندكم شي شويه ديال الفوكابيلور ويكون عندكم كونجيزون ضروري. المهم حاولوا انكم تحفظوا ما امكن. اللي ما عنده مشكل في الفرنسي بزاف يحاول يحفظ ويعقل على بزاف ديال لي زيكسبرسيون باش يقدر انه يجاوب نهار ديال الامتحان. دوزيام في ان ان بينيور سينوايي، واحد كان كيعوم غرق. 3 دي بواسون اون ايتي تروفي مور دون اون ريفيير، كاين اسماك اللي لقاوهم ميتين في الواد. ان بون سي اون افوندري، واحد الجسر اللي تردم. الوغ ديجا انا صايبتهم معكم هنا وحاولت نكتب كتابه كبيره لان طلبوا مني بعض المشاهدين انهم ما كتبان لهمش الكتابه مزيان. جو مونطرين دونك الاولى قلت لكم هي ان انسوندي، واحد الحريق تسبب في التدمير ديال الدار. المهم دي موسيقى دايرها بنتي ديال ستروما. المهم ما تسدوش عليها، انا كتعجبني هاد الاغنيه هادي وفيها بزاف ديال المعاني وفيها الفرنسي، كلمات بالفرنسي مكتوبين. يعني كتعلم الفرنسي وفي نفس الوقت زوينه بطريقه زوينه. اللي بغي يتعلم الفرنسي دغيا يحاول انه يتصنت بزاف ديال الاغاني بالفرنسيه والافلام بالفرنسي، يتفرج ليهم الرسوم المتحركه بالفرنسي. يعني هو كيستمتع اللي كيجي القنط انه يقرا، هو كيستمتع في نفس الوقت كيستافد. دونك هادو هما الطرق اللي كيساعدو ويحفظ الديالوجات. دونك هادي نصيحه اللي بغى يديرها واللي كيقدر انه يقرا. احسن طريقه هي انه يقرا بزاف ديال الكتوبه. الوغ اون كومونس. ان انسوندي اغافاجي ميزون، شنو درت انا؟ اذا انا افترضت واحد المشكل هو اللي غيكون السبب في الحريق ديال الدار. شنو قلت؟ اون سيبوزوغي، خدمت لو فيرب سيبوزي يعني نفترض يفترض. اون سيبوزوغي ليكسبلوزيون دان شارجور دو تيليفون، كنفترضو ان غيكون الانفجار ديال واحد الشارجور ديال التليفون. كي اوغي بروفوكي لانسوندي، اللي غيكون السبب في الاحتراق. كي غافاجي لا ميزون، السبب اللي حرقنا ديك الدار. اون سيبوزوغي ليكسبلوزيون دان شارجور de téléphone qui aurait provoqué l'incendie qui a ravagé la maison. Un baigneur s'est noyé. شي واحد غرق، كان كيعوم وغرق. شنو كتبت انا هنا؟ قلت اي سو بو، يقدر يكون كو سو بينيور، ان هاد اللي كان كيعوم سي نوايي اكوز، يعني غرق بسبب اكوز دون كريز كاردياك، يعني غرق بسبت واحد الازمه قلبيه. 3 دي بواسون اون ايتي تروفي مور دون اون ريفيير، بعض الاسماك لقاوهم ميتين في واحد الواد. دونك شنو قلت انا؟ لا ديفوزيون دون ماتيير
la diffusion d'une matière toxique, انتشار ديال واحد المادة سامة سوغي لا برينسيبال كوز غادي تكون هي السبب الرئيسي دو لا مور دي بواسون ديال الموت ديال الاسماك دون لا ريفيير في الواد. ان بون سي افوندري واحد الجسر تردم يعني طاح ما بقاش واقف الجسر يعني هي القنطرة تردمت. شنو درت انا في لا سيبوزيسيون ديالي سي لا تريشري دون لا كونستركسيون غيكون ما هو الا تريشي دون لا كونستركسيون ما نديرش سي لا تريشري ما جايش تريشي حسن تريشي هي غشه يا غشو تريشي دون لا كونستركسيون يعني الغش في البناء كي اوري كوزي ليفوندراسيون دي بون يعني اللي غيكون السبب في يعني في الدمار ديال الجسر. جيسبر انكم تكونوا فهمتوا هاد ليكزارسيس ديال جو مونترين. الوغ ندوزو ل جو ديفلوب اي جو ريانفيستي باش نزيدو ندعمو هادشي اللي فهمناه. إلابور لي زينونسي كون بو امبلويي دون لي سيتياسيون سويفونت. دونك حنايا غادي نديرو لي زينونسي ان لي سيتياسيون وحنا غنديرو لي زينونسي. كنت ديجا شرحت لكم سيتياسيون انونسي قلت لكم سيتياسيون هما الحاله شكون اللي كيهضر مع من كيهضر والانونسي شنو كيقول داكور. وقلت لكم ان هذا الجدول هذا كيتحط في جميع الدروس يعني على حسب الدروس اللي خصك انت تعرف او انت تعرفي شنو هو السؤال وتعمر داك الجدول على حسب داك السؤال اللي عندك. الا قال لك اكسبريم لا كونديسيون اكسبريم لا كونديسيون قال لك اكسبريم ليبوتيز دير ليبوتيز اكسبريم شي حاجه اخرى ديرها. دونك ما خصك تمشيو على قد السؤال. داكشي الله يرضي عليكم وليداتي تبعوا الاسئله وشوفوهم شنو كيمانيو عقلوا على الاسئله اللي كنشرح لكم. والله العظيم انا متاكده يعني اللي متبع معايا كلشي ان شاء الله غيجيب نقطه زوينه في الفرنسيه. تبعوا معايا غير داكشي اللي كندير معاكم ومتاكده راكم غتنجحوا ان شاء الله. Un enquêteur donne une hypothèse pour expliquer l'entrée du voleur à l'usine. واحد الباحث عطانا واحد الفرضيه باش يشرح السبب يعني ديال دخول شي شفار في المصنع. اش غايقول له ويمكن بقات الباب محلوله ديال المصنع باش الشفار دخل. هذه هي الهضره اللي غنقول شفار دخل المصنع. شنو هي الفرضيه اللي ممكن يقول هذا الباحث؟ يقول يمكن الباب كانت محلوله بقات محلوله ديال المصنع باش هو دخل باغ اكزومبل. ماشي غير هاد الفرضيه اللي كاينه كاين بزاف ديال الفرضيات. يمكن هرس الباب ودخل يمكن شي واحد كان متفق معاه ان كومبليس اللي ساعدو اللي ساعدو في القضيه ودخلو. يعني كاين بزاف ديال الفرضيات ولكن انا غندير فرضيه اللي غتجيني سهله ما انا ما نتعذبش فيها ونصيبها. Donc, je vais dire, un enquêteur donne une hypothèse pour expliquer l'entrée du voleur à l'usine. Donc, en gros, par exemple, donc, on va dire, c'est le déguisement ou un accord. Se déguiser, il y a un accord et un accord. Il y a une équipe de chez Hajan, les quatre lignes qui t'arrachent. C'est le déguisement. Sous forme, c'est le déguisement sous forme d'un ouvrier qui aurait, diamond conditionnel, qui aurait permis au voleur, Saadat Chfar. Au voleur qui c'est le déguisement sous forme d'un ouvrier qui aurait permis au voleur d'entrer à l'usine. Ça a dit un naho et troll l'usine. Un ancien pilote donne une hypothèse pour expliquer le crash d'un avion.
واحد الربان ديال طائرة قديم عطى واحد الفرضية باش يشرح شنو هو السبب ديال الانهيار ولا الانفجار ولا يعني الدمار ديال واحد الطائرة، شنو هيكون السبب. ان بروبليم مثلا غيكون السبب هو مثلا شي حاجة في الموتور، وقع شي مشكل في الموتور ولا في شي جناح ديال الطائرة هو اللي كان السبب في لو كراش ديال هاد لافيون. دونك كنقولوا ديك الجملة الأولى هي اللي شوية صعيبة، مثلا سي لو ديغيزمون سو فورم دان نوفريي، والتباقي راه كنقلوه من هنا. هاد الجملة اللي قبل من كي اوغي هي اللي كنقولوا مراسنا، والتباقي كنجبدوه من السيتياسيون. هانتوما شتو كي اوغي بيرمي او فولور دونتخي ا لوزين، ا لونتخي دو فولور ا لوزين، يعني تقريبا من تما. الو يقدر يكون الجو مزوينش، ما كانش الجو بزوين، داكشي اللي تسبب في ديك الطائره انها وقع لها داك الكراش. دونك نقولوا سي لو موفي تو، لو موفي تون، لو موفي تون يكون شي جو ماشي زوين بزاف. كي دونك serait la principale cause de le dénoncer. Non, le mauvais temps serait et qu'on serait la principale cause serait la principale cause du crash de l'avion. Donc voilà d'abord qui est dans l'échelle. Maintenant, on va voir nous gal. Le mauvais temps serait la principale cause du crash de l'avion. Je ne sais comment tu m'as fait donc. Tu as clôt les. Maintenant, faire l'hypothèse. Maintenant, serait تعقلوا على هاد السؤال لا برينسيبال اللي كندير في الوسط، تقدروا تحفظوها وتديروها في الامتحان، تقدروا ديروها صحيحه، ولكن هاد الشيء اللي قبل وهاد الشيء اللي من بعد ما نقدرش نعرف انا شنو هي الجمله اللي غتحط لكم. دابا الموفي طون شنو هو السبب اللي غيكون في الحدود ديال ديك الحديث. ديك الحديث انا ما عارفه شنو هو الحديث اللي يكون كيهضروا عليه، فهمتوني؟ يعني هذا اللي كيكون من بعد لو كراش دو لافيو مثلا راه كاين هنا عندكم في السيتياسيون، ولكن شنو غيكون السبب نتوما خصكم تقولوا السبب من راسكم. حنا المغاربه تبارك الله علينا ما كنعرفو نختاروا القصص. دونك غير المهم المشكله غير المهم حاولوا انكم تدربوا على بزاف ديال الكذوب بالفرنسي، يقدر يكون هذا هو السبب، يقدر يكون هذا. دونك حنايا غير كنحطوا فرضيات اللي غيكون السبب في المشكل فقط. مثلا سوغي لا برينسيبال كوز عقلوا عليها، تقدروا ديروها في الامتحان. كي اوغي بيرمي تقدري تقريبا حتى هذه تقدروا ديروها في الامتحان. ندوزو لثلاثة. ان جورناليست دون اون هيبوتيز بور اكسبليكي ليفوندرمون دان ايموبل، واحد الصحفي عطى واحد الفرضيه باش يشرح السبب ديال السقوط ديال واحد العماره، عماره طاحت تردمت كلها، وشنو غيكون السبب. بحال اللي درت هنا في ديك الاولى، بحال اللي درت لكم هنا تريشي دون لا كونستركسيون، يعني غشوا في البني. هذاك هو السبب انها علاش تردمات. دونك داكشي اللي غندير حتى في هادي تريشي، عقلوت على هاد العباره اللي درت. تقدر تحط لكم تشوفوا لي فوندغمون ديال لي موبل، لي فوندغمون دو لوزين، لي فوندغمون دو لا ميزون، لي فوندغمون دي بون، ولا شي حاجه. عقلوا غير على هاد الجمله هادي، حفظوها بحال هكا. المهم راه لي زيكسبرسيون كتحفظو حتى كتوليو تولفوا بهم. وكذلك كما نصحتكم قبيله باش تعلموا الفرنسي تعلموا تسمعوا بزاف، وإلا ما كنتوش عندكم ديك القابليه انك تحفظ وتقرا وهادي، اسمع الموسيقى ديال باللغه الفرنسيه. ومن هاد من احسن يعني لي زويونين دابا خرجوا اغاني زويونين وفيهم هدف زويون وفيهم معاني زويونين، بحال هاد ستروما اغاني ديالو زوينين بحال بابا اوتي، وديك الاغنية اللي انا كنعطيها لبنتي كتحفظها، وخا يعني هي في الرابع ابتدائي وكتحفظها.
كتعجبها نيت وكتحفظ داك الكلمات ديالها ومزيان. كاينين اغاني وحدين اخرين اللي هما زوينين وهادفين وفيهم يعني انكم تستافدوا منهم، كتكتب هكا الاغنيه كتكتب الكلمات ديالها وفي نفس الوقت انت كتسمعها ولا انت كتسمعيها. تريشي دون لا كونستركسيون، دون لا كونستركسيون. المهم سمحوا لي بقى خطرتين كنخرج على الموضوع، ولكن غير باش تفهموا. تريشي دون لا كونستركسيون كي اوغي ولا سوغي ولا كي اوغي افوندري. ماشي هي اللي ردمت، ولكن سوغي مش مديرش تخشي دون لا كونستركسيون سوغي لا كوز، غتكون هي السبب لا كوز دو. ونكتب هاد الجملة هادي دو ليفوندرمون دو ليميبل. المهم سمحوا لي على هاد الجودة ديال التصوير على قدها، والله العظيم انا الا غير باغا نساعد اكثر ما نتساعد، يعني اتينا مكرهتش يعني اتينا نربح في هذا اليوتيوب وهذا الشيء، ولكن راه في الهدف الاساسي والاسمى ديالي هو انني نساعد التلامذ ديال المستوى ديالكم مع هاد المشاكل اللي واقعين دابا. بزاف ديال التلامذ ما قدروش يقراو فرنسيه، وكاينين وكنعرفهم حتى في البلاصه اللي انا فيها دابا، وما كيقراو ما كيقراوش نهائيا، لان ديك الاساتذه المتعاقدين ما كيحضروش ومساكن بقاو هكاك بلا دروس، بقاو معلقين وعندهم الجهاوي. والله يحسن العوان، الهدف ديالي هو انكم يكون عندكم يعني سمحوا لي بزاف على التصوير الجوده ديالو، لانني دابا حاليا كنصور غير بالتليفون، ما عنديش القدره دابا باش نشري في هذه اللحظه هذه كاميرا، ولكن ان شاء الله ان شاء الله من بعد دابا نشري كاميرا وغنكمل معكم ان شاء الله ملي تنجحوا السانكيام اني والسيزيام اني، وان شاء الله حتى الباكي يطول ربي في العمر. الوغ بالنسبه لديك لا فيديو ديال الجهاوي حذفتها، جاتني طويله بزاف داك الفيديو، وخصني دابا نعاود ندير لكم فيديو واحد اخر احسن وغيكون الجهاوي قريب ما يكونش قديم بزاف. المهم تكونوا استفدتوا، اللي تفرج فيه غيكون استفد، ولكن الا كنتم مازالين باغينو غادي نعاود لونسي لكم. المهم انا الفيديوهات ديالي كنحتفظ بهم عندي. La police donne une hypothèse pour expliquer le suicide d'un adolescent. Donc, la police a donné une phrase pour expliquer le suicide d'un adolescent. Je ne sais pas si c'est la drogue, mais je ne sais pas si c'est le suicide. Donc, on dit la drogue. Serait serait je m'en gauche la cause de la phrase de la cause dire serait là la raison. Qui pousserait l'adolescent, l'adolescent. La drogue serait la raison qui pousserait l'adolescent à se suicider. Suicider. داكوغ. دونك هنا عاوتاني العكس، حنا عندنا لينونسي وحنا دابا غنقولو شكون اللي قال هاد الهضره هادي. C'est une fuite de gaz qui l'aurait tué dans la douche. غيكون هذا التسرب ديال الماء اللي يكون قتلو في الدوش. مثلا نقولوا ان انكيتور ولا ان انسبكتور، ان انسبكتور باردون، دون دائما هذه عقلوا عليها. هذيك اللي قال ديك الهضره اخترعوه نتوما،
اللي بغيتو تقولوه ممكن يكون قريب. المهم انا انسبكتور دون اون هيبوتيز، حفظوا هذه الجمله في لاسيتي ملي تكون عندكم قول لك اعطيني لا سيتياسيون ديال واحد الفرضيه وهذه عقلوا عليها وحفظوها. دون اون هيبوتيز، دون اون هيبوتيز تقدروا ديروها في الامتحان الجهوي. دون اون هيبوتيز pour expliquer، باش يشرح، pour expliquer، pour expliquer la mort، pour expliquer شنو، باش يشرح شنو، pour expliquer la mort d'une personne، الموت ديال واحد الشخص. la personne كنقصد بها رجل ولا امرأة. Un inspecteur donne une hypothèse pour expliquer la mort d'une personne. L'excès de vitesse serait la principale cause de l'accident. L'effraat fi as-sur'a ghayekon huwa as-sabab ar-ra'isi fi al-hadith. Chofou rah fi l'imtihan al-jihawi tqdar tahat lkom had al-jumla, tahat lkom situation dialha w l'énoncé ghayekon huwa hada. Alors hafdou had les expressions hadou li kaynin hna, hafdouhom nard alikom. يعني جا يعني مثلا حفظوهم وفهموهم، يعني شرحتهم لكم كل واحده شرحتها لكم على حيده. جا فيكم داكشي في الجهاوي راه ماذا بيكم، ما جاش هانتوما اكتسبتوا بزاف ديال لي زيكسبرسيون في راسكم. دونك شنو شكون اللي غيكون قال هاد الهضره؟ لا بوليس، والبوليس اللي قالوها لا بوليس. دون اون هيبوتيز، دائما كنديروا ديك دون la situation ديال l'hypothèse. Donne une hypo donne une hypothèse pour expliquer pour expliquer la cause je cherche le sabab pour expliquer la cause de l'accident je cherche le sabab ديال l'accident. Il y aurait au moins deux personnes derrière le crime. Reconnu à l'aqal juj d'il ashkhas wara al-jarima. Reconnu maintenant l'enquêteur. Je vous m'aille d'aïm le kandir had l'jumla fil la situation de l'hypothèse. Donne une explication. T'hafadé kom d'aba. Fad la vidéo hadir a t'hafadé kom. Donne une explication pour donne une explication ah, donne une explication donne une hypothèse hypothèse pour expliquer pour expliquer les circonstances الحيتيات les circonstances أسباب يعني هما les circonstances d'un crime ديال واحد الجريمة d'un crime هنا في التالي un crime et à la fin il serait mort d'une crise cardiaque غيكون مات بسبت أزمة قلبية مثلا شي جار ان فوازان شي جار غيكون هو كيهضر الجار ديال هذاك اللي مات ان فوازان دون اون هيبوتيز بور دير باش يقول لا كوز de la mort figure la cause سبب ديال الموت de son voisin
سبب الموت ديال جارو. كنتمنى تكونوا فهمتوا هذا الشيء اللي درت هنايا. نشوف هنا جو مي فالي فورمي دو زيبوتيز بور اكسبليكي لو في سويفون. ان باتو اكولي او لارج دو لا مير دو لا مير باردون. دونك غيكون شي باتو يعني اكولي يعني غرق في العرض ديال البحر. شنو غيكون السبب في داك الشيء؟ اي il serait شنو دي بلاتي انا نشوف il serait un accident grave حادث ان اكسيدون يكون ان اكسيدون غراف. انا شوف راه ما وجدتش كاع لهاد الكور هذا ولا كندير معكم بشكل تلقائي يعني جمل بسيطه جدا يعني ما موجداش شي جمل اللي هما يكونوا قاصحين. il serait un accident grave qui أكولي أن باتو أكولي لازم أن أكسيدون غاف كي أوغي كوزي كوزي هنايا خصني ندير هكا باينة كوزي ليكولمون ما قدتنيش البلاصه هنا لي كول مون لي كول مون دان باتو. دونك انا عطيتكم وحده نتوما صايبوا الاخرى ها طالبين منكم جوج. الوغ جيسبر انكم تكونوا فهمتوا باش ما نطولش عليكم لا فيديو. غنصور لكم هادو كذلك باش تاخذوا فكره. بون كوراج الله يعاونكم ابيانتو.